مشكور بدات اننا عزم لك الحضور ديال هاي الوصلات هادشي علاش كنت معاهم برا بالاول انا كنشكر الاستاذ هلال لان المده ديال التصويت خدمني زعما 34 سنه انا هو اللي واقف معايا بزاف الميدان الفني كاين اللي ما تيعرفنيش ولكن ماشي مشكل اللي ما عرفوني وتنشكر بزاف سي هلال الهاشمي على هاد الفكره الطيبه ديال جوج صحفيين وفنانين وكتاب كاع اللي مبيع شي حاجه راه تنشكركم بزاف تحيه للفريق واش احسن صوره صورتها في حياتك احسن صوره لقطه لها يعني ذكرى عندك خالد وهذا سأقوله من كلام المشوار هذا صوره صورتين والله صورة صورة أنا اختصاص فني أنا اختصاص فني خاص بالفنانين هنا هذا هو الصورة كذا لها وقع قيمة عندي كانت صورة أنا كنت في إمارات عضو في الاتحاد العربي للنشاط الفني وكان رئيس هنا خاص بي هاي هو أحسن صورة اللي كتبت من بشكل خاص بي شكرا تحياتي ومشاهدة كبيرة متنساوش تتابعونا على جميع وسائل التواصل الاجتماعي والاشتراك في القناة والضغط على زر الجرس